عبر الهاتف من عمان معي دكتورة عصمة حوصي رئيسة مركز الجندر للاستشارات الاجتماعية والنسوية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة عصمة. متى يتعدى الأمر كونه متنفس كما تراه طبعا النساء، العديد من النساء؟ يعني لا شك أنه هو متنفس للمرأة في المجتمع العربي، بالذات في المجتمعات المغلقة، إلا أنه صارت أضراره أكثر من فوائده على يعني من عدة مستويات. أول إشي بدي أقول إنه حداثة الأشياء هاي، يعني هي أشياء حديثة مش متعودين عليها، فدايما الأشياء الحديثة وبالذات السهلة ممتعة. النقطة الثانية إنه زمان كان مثلا النت كان طريقة الاستخدام من خلال الكمبيوتر الديسكتوب قبل اللابتوب، بعدين تطور لللابتوب، بعدين صار الآيباد، بعدين صار الموبايل. فعشان هيك هذا ولد إشي اسمه بالتشخيص النفسي إشي اسمه مرض النوموفوبيا، اللي هو fear of no mobile phone أو إدمان الموبايل، لأنه صار من خلال شاشة التليفون يدخل الشخص الست على جميع وسائل التواصل بكبسة زر فقط، فبالتالي صار متناول التليفون بإيدها كل الوقت، وهي بتطبخ وهي بتربي وهي بتدرس وهي نايمة وهي قاعدة، فبالتالي صار يعطيها متنفس على حساب واجباتها الحياتية، سواء واجبات الأولاد، واجبات الزوج، حتى وإن كانت تعمل كمان. لانه المعلومه اللي بدها اياها بتوصلها فورا، اذا بدها تسال سؤال، اذا بدها تعرف شغله، اذا بدها تتابع احداث اخبار، هي من خلال شاشه الموبايل، فبالتالي بس كل هذا ايجابي فيما يتعلق بالمعلومات بالاخبار ايجابي اذا كان استخدامه بطريقه ايجابيه، لكن لما يكون استخدامه على حساب الوقت النوعي المخصص للزوج وللاولاد طبعا وللتربيه، لا طبعا هذا استخدام سلبي، لانه في عندنا ظاهره مخيفه عم تنتشر انه صار كمان استسهال التعارف، استسهال العلاقات العاطفيه حتى لو في زوج او زوجه، للاسف من خلال وسائل التواصل، لانه بقول لك صحيح الموضوع مش بدخل باسماء مستعاره، وبالتالي ما بكلفني الموضوع وبتسلى وبضيع وقتي، فبصير في تعلق بالشخص الاخر، وهنا بتنخرب ببيوت كثيره. صحيح، بصير الاطفال مش ما فيش وقت نوعي مع الام، فبالتالي هم كمان بصيروا يقلدوا، بيستخدموا بحسب نظريه التعلم، بيستخدموا النمذجه، بيشوفوا الام هي على التليفون، فبصير ليش نشكي من اطفالنا انهم عندهم ادمان وتعلق اذا بيشوفوا الام والاب نفس الشيء؟ واحيانا عشان ما نحط اللوم على الام، احيانا الادمان بيكون من الاب على فكره، يعني مش بس من الام. طبعا طبعا، بس نحن بهذه يعني اليوم نتحدث عن ادمان ربات البيوت، بس طبعا على هذا ينطبق على الرجال ايضا. دكتورة عصمة، بالحالات التي تتابعينها الى اي درجة لازلنا ربما نعتبر بانه اي علاقة، اذا صح التعبير، يعني مثل الموضوع اللي ذكرتيه دكتورة عصمة، لا تعد علاقة لانه هي بالعالم الافتراضي، وهذا غير صحيح طبعا. والعالم ليش نعتبرها مش علاقه لانها موجوده بالعالم الافتراضي؟ لانه العالم الافتراضي صار فيه هناك احلال، ريبليسمنت، محل العالم الحقيقي بالعلاقات الانسانيه، فبدل التواصل المباشر صار التواصل عبر وسائل التواصل الافتراضيه الاجتماعيه، فبالتالي ما يعني مثلا كلمه لايك، سوري، كبسه لايك هي مثل مرحبا، تعليق بالتعزي وبالفرح هي زي ما احكي تليفون اعزي او اروح اعزي، البلوك زي ما اقطع علاقه، فاحنا هون صار في استبدال واحلال للتواصل المباشر بالتواصل الافتراضي، فما بنقدر نعتبر انه علاقه صارت من خلال جهاز التليفون مع شخص اخر انها علاقه افتراضيه وسوات، لا، لانه هاي العلاقه اخذت من وقتي، اخذت من جهدي، اخذت من ذهني، اخذت من وقتي ولادي، من وقت جوزي، فصار في تعلق، صار في حب احيانا. فأنا الحالات صحيح هي غلط بمبدئها، يعني حتى ممكن غلط يأخذ وقت، يعني دردشة مع صديقتها إذا كان على حساب زوجها وأطفالها، هذا يعني صرفت وقت، بس نتحدث هنا عن شيء مرفوض فيما يتعلق بعلاقات. نعم، فبالتالي إذا كانت مع نفس النوع مع صديقتها أو قريبتها أو أمها، بتأخذ جهد ووقت مستنزف على حساب وقت النوعي للأولاد والزوج، فما بالك لما يكون مع شخص صحيح. قريب، وفي كثير حالات بيكون هذا مقلب عاملته الزوج بالزوجة او العكس على فكره يعني. فبالنسبه للحالات اللي بتراجعني، ثلاث ارباع مشاكل الزوجيه هي بسبب الخيانات الافتراضيه، سواء من المراه او من الرجل على فكره.
فبالتالي انه احنا هاي حداثتها ومستجدات العصر وادوات العصر علينا، لان احنا مش مهيئين لها، وضغط الواقع على المرأة في بعض المجتمعات وعدم السماح لها بالخروج او الشغل او التعليم او فبالتالي صارت هذا هو منفسها لممارسة كل الممنوعات، وهذا اللي ادى بس الى خراب البيوت والى نعم، وهذا ليس مبرر طبعا 100%، واخراج اطفال غير صحيحين نفسيا وغير صحيحين اجتماعيا، وغير ليس لديهم القدره على التواصل الاجتماعي الحقيقي المباشر بطريقه فعاله، لانه من هم بيبيات نعطيهم جهاز الهاتف او الايباد عشان نلهيهم عنا صحيح، عشان نخلص من ازعاجاتهم. صحيح. فبالتالي سؤال يعني بصراحه احنا بمجتمعنا العربي لا نستخدم التكنولوجيا بطريقه ايجابيه ابدا. سؤال اخير دكتوره عصمت، تعتبرينها علاقه افتراضيه ما كنا نتحدث عنه، أم علاقة حقيقية عبر مواقع التواصل؟ مرة أخرى أقول أن العالم الافتراضي لا نستطيع أن ننكر وجوده أو نتعامل معه أنه عالم خيالي، لأنه حل محل العالم الواقع. هناك علاقة افتراضية هي حتما ستتحول إلى علاقة واقعية، ودليلي على هذا الكلام الوقت المستقطع والمستنفذ فيه هذه العلاقة أولا، رقم اثنين المشاعر التي تتولد وإن كانت مشاعر افتراضية هي صحيح. مشاعر موجودة، بالإضافة إلى إهمال الزوج ورفضه. أنا عندي كثير حالات بتصير تكره الزوج وترفض تمارس معه العلاقة الحميمية أو تقوم بواجباته لأنها تعلقت بالشخص الافتراضي أو نعم. العكس. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من عمان دكتورة عصمت رئيسة مركز الجندر للاستشارات الاجتماعية والنسوية، شكرا.